ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو وهن، واخر فقره في البرنامج واحلى فقره في الدنيا كلها وهي فقره المطبخ. يعني زي ما انتم متعودين معنا احنا دايما بنحب هنا من خلال هو وهن عشان ست البيت، عشان هي ان هي تقعد تعمل اكل لطيف وجميل وسهل ويكون خفيف واهم حاجه يكون طعمه جميل. عشان كده النهارده منورانا في الاستوديو سالي الجندي. يا سالي ازيك، اخبارك ايه؟ وحشتيني يا مرة. وانت كمان اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبتي. ايه هنعمل ايه النهارده؟ بصي بس ستي، النهارده هنعمل كده حاجه لطيفه جدا، ابيتايزرز كده للسفره بتاعتك للعيله للضيوف، اكله صينيه كده رفنعه صغننه اسمها سبريج رولز. اوكي، هنعملها النهارده بالفيجيتابلز، خضار بالخضار. هي ينفع تتعمل بالجمبري، ينفع تتعمل بالفراخ، بس احنا النهارده هنستخدم الخضار. خضار. ونعمل ايه الوصفه الثانيه؟ هنعمل بقى، هنخش بقى الفلاحين اللعبه بتاعنا بقى. أيوة، هنعمل طبق كشك فلاحي. ايوه لطيف كده. خلينا نبدا نقول المقادير بتاعتنا. يلا بينا. السبرينج رول بنستخدم له جنزبيل، ودي بقى الحاجه المهمه جدا في الاكل الصيني. بيعشقوا الحاجات دي عشان مفيد جدا بالنسبه لهم. ثوم، بصل مفروم وثوم مفروم، جزره مبشوره، كرنب ابيض مبشور، كرنب احمر مبشور، شويه سكر، والزيت اللي هنستخدمه والصويا صوص. حلو قوي. اوكي يلا يلا بينا هنبدا. هنحط الاول الزيت على النار. سالي، انت امتى ابتديتي او بدايتك كشيف بقى كانت امتى؟ بدايه ان انت ابتديتي تطبخي بقى بدايه الطبخ يعني تقريبا من خمس سنين. خمس سنين. بتحبي؟ انا فاكره سالي طبعا يا جماعه كانت في سيزون 1 كانت معانا ضيفه هنا وضيفه كانت انت. انا فاكره برضو كنت عملتي حاجه المره اللي فاتت، عملنا حمام محشي. حمام، برافو عليكي. المره اللي فاتت عملنا حمام سالي ادوها في الحاجات الحرشه الحاجات الحرشه بتاعتنا دي. يعني انا استغربت ان انت تعملي سبرينج رولز النهارده. تغيير. تغيير. اكتر اكل بتحبي ايه، الشرقي ولا الغربي؟ انا اللاين بتاعي فلاحي وشرقي، بس لقيت الطلب مني صيني، فلقيت ان جربته لقيته طفيف. واي نوت. اوكي، احنا دلوقتي حطينا الثوم وعملناه في شويه زيت سمسم او زيت عباد الشمس زي ما انت عايزه. وبعد كده بنقلبه مع شويه بصل. طبعا العين لازم تكون اهدى من كده شويه. بس تمام. أوكي. يعني ممكن لو عايزه توطيها اوطيها لك لو انت عايزه. يعني خلاص هنحط الحاجه. اوكي. بنخليها شويه تاخد يعني تتحمر بس مش كتير، ونحط لها ممكن كمان شويه سكر. ومش هيفرق السكر اتحط يعني الاول ولا في اي وقت. لا لا مش هيفرق خالص، بس رشه ان سكر. هي رشه سكر على حسب انت بتحبي. بصي انا ما بلتزمش بالمقادير قوي، انا المهم تبقى المكونات صح. انت حسب انت بتحبي انهي تيست اكتر. بالظبط. في ناس بتحب حاجات مسكره قوي، في ناس بتحبها مش مسكره قوي، على حسب، لان ده سويت اند ساور. اوكي، احنا ممكن نستخدم الكرنب الابيض لوحده، ممكن نستخدم الكرنب الاحمر لوحده، ممكن الاثنين على بعض زي ما انت عايزه. احنا كده بنقلب كله كده مع بعض لحد ما يدبل شويه، وبعدين نحط عليه الملح والفلفل. شفته مش قدامي الملح والفلفل دلوقتي تقريبا. ما هو ملح، مش ده ملح ولا ده ايه؟ لا ده سكر. ده يعني بنحط عليه رشه ملح ورشه فلفل على حسب برضو الحدق بتاعه، على حسب انت بتحبي ايه. تمام. لان كل عيله بيبقى ليها يعني كل عيله بيبقى ليها. في ناس بتحب الاكل حادق وفي ناس بتحب الاكل عادي. انا عايز اقول لك ان الوصفه دي ما بيتحطش عليها عسل نحل، وفي ناس بتحط عليها عسل نحل. إيه انا ما فعلا؟ بحط عشان سكر مثلا، بس المهم ما تخرجيش بره المقادير بتاعتها عشان ما تقلبش حاجه ثانيه. هو هنا بدا يدبل معايا شويه كده. حطينا الثوم والجنزبيل والبصل، وعلى فكره برضو الثوم اختياري لان مش كل الناس بتحب الثوم. لا ده انا من عشاق الثوم. اديني في التوم الكتير. فاكره المره اللي فاتت لما قعدنا نقول القولون وانا ما اقدرش اشيل القولون؟ ايوه. لا بس بنستنى كده لحد ما دبل شويه، نبدا نضيف عليه الجزر. سهله برضه الاكله، سهله جدا. بصي فظيعه وممتعه في اكلها بقى. أيوة. كده عارفه سناكس كده بسيطه. مع اسمها ايه، الباربيكيو صوص ممكن كده. لا دي مع تشيري صوص، ده المقادير بتاعتها لازم تشيري صوص. بص انا حطها على جنب عشان بس والله انا بتعرف ان انا ابني بياكلها بالباربيكيو صوص. هو عاشق للباربيكيو. هو ده بقى عشان هو بيحب الباربيكيو صوص. بس هو الصح بتاعها تتقدم مع تشيري صوص. هو سبايسي المفروض، ولو مش عايزه سبايسي بتجيبي اللي هو العادي. وده على فكره بنعمله في البيت برضه، بس احنا يمكن عشان وقتنا النهارده مش هنعرف نعمل. لا ده حلقه ثانيه بقى. حلقه الصوصات بقى كلها. بالظبط، الصوصات كتير. احنا كده هنستنى عليه لحد ما يدبل شويه.
طيب خلينا واحنا انت بتعملي الاكل كده خليني ادردش معاكي عشان يعني. الناس اللي ما كانتش قبل كده شافت سالي هنا في هو وهن. فسالي هي مش شيف بس، هي عندها كمان اكاديميه. انت عندك اكاديميه بتعلمي السكوتر؟ انا عندي اول اكاديميه في مصر بتعلم سواقه السكوتر. ايه ده ايه ده، بحكي لي عن الموضوع ده. والله انا كنت ماشيه في الشارع كده وانا دايما بحب الحاجات الغريبه لا بيا ولا عليا، وبعدين لقيت جروب ماشي في اسكندريه كده بالسكوترز، وانا بقى بحب الحاجات المجنونه ما بحبش يعني ما بعرفش ابقى تقليديه في حياتي ابدا. فيا جماعه اللي بتركبوه ده، لا ده سكوتر، طب يعمل ايه، طب يلا بينا. وجبت السكوتر بالتقسيط كده بقى، ده كان من زمان. والدنيا قامت ما قعدتش يا ستي، وازاي بنتنا تركب سكوتر. كانت برضو على فكره لغايه دلوقتي برضو يعني هي بنشوف. لا دلوقتي خلاص بقى، لا بس صدقيني برضو اما بنلاقي واحده راكبه بنقعد تحس ان احنا بنقعد نتودود، ايه ده الحقوا بصوا مش عارف ايه. لسه لحد دلوقتي يبقى انا فشلت في التعليم بقى، فشلت في نشر الفكره ولا ايه؟ انت بتفضحينا كده قدام الناس عادي. لا خلي بالك في ناس عندها لسه فكر ان هي البنت بنت والولد ولد. بس عايزه اقول لك حاجه، يعني انا بتجيلي ناس من المنصوره تتعلم، انت تتعلم من الاقاليم تتعلم. الله. ودلوقتي الموضوع كبر، اللي احنا بقينا بقى يعني اكاديميه كبيره وبقت معتمده من اسوا ايام العالميه. والموضوع بقى منتشر، يعني الاجانب نفسهم يعني منبهرين طبعاً بالموضوع ده. خليني اقول لك بس الاول ان احنا بعد الكلام ده كله ما بيدبل مع بعضه هنبدا نحط له الصويا لان دي هي الحاجه الرئيسيه، يعني مش عشان الريحه عامله زي دلوقتي. طبعا فالاكاديميه يعني الحمد لله عملت صدى كويس، وبقالنا 10 سنين شغالين دلوقتي وموجود. هي الاكاديميه بنات بس؟ لا ورجاله. ورجاله بنات ورجاله. طب الفكر اتغير تماما، يعني الفكر بتاع الاكاديميه اتغير في فكر المصريين تماما. طب هم في الاول كانوا مستغربين، بس الحمد لله يعني الدنيا بقت كويسه جدا معاهم. طيب قولي لي الفئات اللي بتيجي، الاعمار، الفئات العمريه ايه؟ بصي يا نرمين، انا عندي من اول 16 سنه لحد 65 سنه ستات ورجاله. لا 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 65 سنه. انا عندي البنت وامها والام وامها والجده وبنتها وبنتها. لا يا شيخه دي جميله قوي جدا، يعني تخيل لما تلاقي ست كده راكبه سكوتر عندها 65 سنه رايحه الشغل بتاعها. الله. بحس بالنجاح والتغيير. يعني والله. طب والله وحلو ان انت تعملي حاجه بره الصندوق، حلو ان انت تعملي حاجه مش كل الناس عارفاها. احنا عايزين تعمليها بقى على يعني مش اسكندريه بس، ما تتحيزيش لاسكندريه عشان انت اسكندرانيه. اما ان شاء الله قريب هنفتح فرع في القاهره. ايوه بقى عشان انا اجي لك بقى. انت بقى مره هتقعدي كده ما بعرفش اركب عجله يا جماعه، يعني العجله انا ما بعرفش اركبها، تخيل مركب سكوتر. طب وايه مشكلتك؟ طبعا انا ثلاث ارباع البنات اللي بعلمهم الولاد مش بيعرفوا يركبوا عجله اساسا، وده اسهل. كنت لسه اقول لك هو مش شرط يعني؟ لا مش شرط، مالهاش علاقه. لا لا مالهاش علاقه خالص. طبعا اللي بيسوق عجل بيبقى اسهل في التوازن. انا بسوق عربيه. اوكي يمشي معاكي. دي بقى مالهاش دعوه خالص باللي احنا بنقوله. اللي بيسوق عجل بيبقى اسهل في التوازن بتاعه، لكن اللي ما بيسوقش عجل برضو ما عندناش مشكله معاه خالص. اوكي. طيب احنا الطبق بتاعنا دلوقتي تقريبا جاهز. انت هتحشي بقى؟ هتحشي العجينه؟ نستنى بس كده يبرد شويه. يبرد شويه لان هو ما ينفعش يتحشي. بقى هنعمل بقى ايه في الكشك الفلاحي؟ ننقل على الشرقي بسرعه بقى، بس ده لازم يبرد شويه. ماشي. اوكي احنا كشك الفلاحي هنقول المقادير الاول بتاعت الكشك. عندنا سمنه، ويفضل تبقى بلدي لان الكشك الفلاحي يحب السمنه البلدي. اوكي. عندنا بصله مبشوره، عندنا رز مسلوق. احنا بنجيب الرز يعني معلقه، طبعا ده كتير جدا، هو معلقتين كده صغننين بيتسلقوا في شويه ميه ونحطهم على جنب. حلو. عندنا دقيق، عندنا لبن، شوربه، ملح وفلفل، وبس كده. بس خلاص الموضوع كده؟ سهل جدا. الله. سهل جدا. احنا هنحط كده السمنه البلدي طبعا، هي الملوخيه بقى والحاجات اللي هي المحشي والحاجات دي يعني بلدي. يعني اللي يقول لك بقى اصل الكوليسترول واصل الكلام ده كله طلع في شنك الصراحه، وكل الدكاتره العالميين قالوا مفيش احسن من السمنه البلدي على القلب بتاع البني ادم اساسا. اوكي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحمر شويه بصل ببشور في السمنه. انت عايزه توطي النار شويه؟ توطي. انا مش عارفه اوطي اي حاجه وخايف اعمل اي حاجه البوتاجاز. لا تقلق. اوكي انت عايزه تودي دي؟ انا عايزه اوطي دي بس شويه عشان كمان. شفتي بس ده كده خالص كده. عشان الزيت بس كمان. حلو قوي. احنا برضو البصل هنحط عليه هنا شويه سكر صغننين عقبال ما يتحمر او يتكرمل شويه.
انا ريحتي كلها بقت بصل الحمد لله. لما انا الحبه الثانيتين اللي جيت وقفتهم عندك برضو لسه بقول شعري الصرف اللي احنا صارفينه لا خلاص تمام كده زي الفل. طيب خليني استخدم دي عشان ما بهدلش التانية. انت كده حطيت انا كده حطيت السمنه والبصل وكرملت السكر مع البصل فبقى عندي المنظر ده بتاع البصل اللي هيتحط فوق الكشك في الاخر. انت عارفه انا ساعات بحمره في زيت ما اعرفش هو صح ولا غلط ولا ده هبل يعني. بصي لو انت عايزاه اخف بس انا هو ده الصح بتاعه ان هو يتحط بالسمنه كده. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الشوربه ونحطها دي شوربه ايه بقى؟ ايوه ولا شوربه حمام، شوربه فراخ، شوربه مكعب مرقه. سلام بقى يا نرمين لو شوربه طبعا دي احلى احلى كشك لشوربه يعني شوربه مش عايزه اقول الكشك تحفه. ايوه ونحط معاها الرز اللي احنا عايزينه. مش انا مش بحب الرز الكتير قوي جوه الكشك فانا هاخد عشان بينفش برضو الرز بينفش بس هو لا هو خلاص اوريدي عشان اتسلق بس انا ما بحبش الرز كده هو الصح بتاعه رز. وفي ناس بتحط فراخ بتقطع كده قطع فراخ. بصي بقى ده احنا النهارده هنعمل الساده انما الفراخ هقول لك وقتها هيجي امتى وانا بعمل بعمل كشك. طبعا ده هي برده المفروض ان الشوربه متملحه وانت بتعمليها بتدقيها بتشوفي الملح بتاعها اوكي او عايزه تزودي ملح او فلفل زي ما انت عايزه. ماشي هنجيب بقى الباول دي كده والدقيق بتاعنا هتحطي الدقيق على اللبن بقى. هنحط بقى الدقيق على حسب برده الكميه اللي انت بتستخدميها. ما بتحمريش الدقيق؟ لا اوكي ماشي. ونحط عليه اللبن اللي احنا عايزينه. طب احكي لي قولي لي انت يعني عندك اكاديميه وبرده خلي بالك انت اكيد انت بتنزلي برده بتشرفي على الموضوع ده بنفسك انت. لا ما بقتش بنزل والله يعني من السن لا يسمح من اللبس لازم ولا سني ولا لياقتي يسمح. عجبني صراحتها جدا يعني انا بقالي 10 سنين مسحوله في الشوارع ورا البنات والولاد واللي تجرك وتقع بيكي واللي مش عارف ايه. طب احكي لي عن اغرب موقف حصل لك سواء ليكي او للبنات اللي بتعلميهم. بصي يا ستي انا كنت مره بعلم بنت وكنت اضطريت ان اركب وراها عشان يعني تبقى متمكنه. البنت جالها بانيك فوق السكوتر ومش عايزه تسيب الدركسيون ومش عايزه تسيب البنزين واحنا داخلين في الحيطه خالص. وبعدين عملتي ايه؟ خلينا نحط الاول الدقيق على عشان بس الشوربه نشفها بتغلي. احنا كده خلاص خلطنا الدقيق على اللبن وقلبناه كويس جدا. اوكي هنبدا ننزله بالراحه جدا على الشوربه مع التقليب. مع التقليب عشان ما يكلكعش. مع التقليب المستمر. وعلى فكره عادي جدا انك تحطي الشوربه على البصل اللي انت اوريدي مكرملاه قبل كده لان بص لونه بيبقى تحفه. ايوه انا بعمل كده شمه ريحه ولا شمه طبعا. ونفضل نقلب. انا هسيب الشويه دول كده على جنب. ليه بقى؟ لان هو هيتقل مني كمان شويه. انا على حسب التقل بتاعه هتشوفي انا هغردي يا اما هخففه شويه يا اما هزلط. هنا دلوقتي بنحط الفراخ المسلوقه اللي احنا سرقناها في الوقت ده. في الوقت ده قبل بالظبط ما يعني خلاص هو بدا يتقل معايا اهو. اوكي دلوقتي بنحط الفراخ مع الغرف. تمام. ده يبقى كده احنا عملنا الكشك الساده وعملنا الكشك بالفراخ. كشك الجمبري بقى يعني شبه ده بالظبط بس ما بنحطش الشوربه. احنا بنحط شوربه طماطم هو كشك عشان يدي الكشك الالمظ. انت بتقول بقى للناس كل الطرق واللي عايز حاجه يعني ماشي بس يعني هو الكشك يا جماعه انا بالنسبه لي في اكلات كده ما ينفعش نغير فيها. طب ما بياكلوا يعني الملوخيه بالجمبري عادي؟ ما انا لا ما انا فيش الكلام ده بقى. احنا ملوخيه بالارانب هي معروفه بتاعت زمان دي بالارانب بالفراخ بالفراخ بس هو كده يعني. تمام انا مش هحتاج ان انا اخففه اكتر من كده. حلو شيليه بقى من النار. تمام كده هو والله سهل سهل جدا. وعايز اقول لك بقى ان الاطباق دي بنسميها مكملات السفره. ده يعني مثلا انا ده بعتبره انا بالنسبه للاكل الفلاحي ابيتايزرز. يا سلام بقى على كشك جنب حمام محشي جنب بطه الناس دلوقتي جنب محشي لا جنب محشي انا بعمله على طول مع المحشي. أوكي. عشان عندي مثلا انا دايما في اكله كده بط محشي والكشك. ما انا مش هرمي الشوربه بتاعه البط فبروح عامله بيها الكشك. احنا ممكن نمسك ايوه استاذ رقي كمان هو من انصار الموضوع ده معروفه بط وكشك محشي معروفه هي اكله كده على بعضها. ممكن نمسك الحله بايه؟ تحت هتلاقي عندك بصي المسكه تحت عندك هنا. لا مش هنا هنا وراكي هنا. استني لا مش هنا خالص تحت ثانيه واحده تحت هنا اهو. ما انا ما لقيتش لا ده اوكي انا فاكراها جنب البط معلش
اوكي فهنبدا نجهز بقى عشان نحشي الحاجات التانية. نحشي بقى ونغرف. خلاص احنا خلاص ونعمل كل وناكل. ده احنا ما خدناش وقت خالص المره دي يعني صراحه. اكلات سهله جدا وبقت اسمها مكملات السفره زي ما قلت لك، لان الناس دلوقتي بقت بتحب تحط في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها. عايزين نملى السفره بس برضه ايوه ما تبقاش مكلفه بالظبط. فبتحط مين ديشز بطه حمام فراخ. وعايزه بقى تكمل السفره سبرينج رولز كشك كوبي بشابي سمبوسك جبنه سمبوسك لحمه كفت ميني فينجرز الحاجات اللي بتبقى ما يعني ما تضايقهاش في الاسعار بالظبط. مش مكلفه بس بتدي برضه شكل حلو.